حضرات المشاهدين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وتقبل الله صومكم وبارك يومكم. المال باهي، وما ثماش شكون يحبش المال، على خاطر المال هو من مباهج الحياة وزينتها. الله سبحانه وتعالى يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لكن هل ندرى وظيفة الإنسان في هالدنيا هو جمع المال وتكديسه، أم أن يستمتع به؟ الله سبحانه وتعالى يبين لنا الطريقة المثلى في التصرف في المال في قوله تعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وأثمر مال وأبرك مال هو اللي يجي من الحلال، المال اللي يسعد به مولاه في الدنيا وفي الآخرة، وأخبث مال وأسحت مال والعياذ بالله اللي يجي من حرام، اللي يخلي مولاه محروم في الدنيا وشاقي في الآخرة. يسر ناس مساكن عساسة على رزاقها محرومين منها، وفي الآخرة يتعاقبوا به، خصوصا إذا كان من مصدر حرام، إذا ما تداوش حقه من زكاة وغيرها. يحكيوا على راجل شحيح، الماء ما يتسللش من بين إصباعه، حارم روحه وحارم اللي معاه. نهار من الأيام جات ورثة ما تقول 1000 ريال، ما هو مسكين قلبه جوعان، قال هالفليسات مش نخليهم فهو يصير فيهم الطمع، برا نخدمهم نعمر قافلة ونتاجر. نهار الجمعة هبط للسوق، شرى 80 جمل وسقهم لا تقول بالتمر، وتوكل على الله براسه، حتى وحيد هكا يقيم معاه ويحط ويونسه في الثانية ما عملوش. تخلى الصحراء برا ماشي برا ماشي حتى تمسات العشية، برك هكا الجمال وجبد ياكل ما يكتم من ربي. هو قال بسم الله ويتلفت يلقى راجل كبير لابس بالابيض: السلام عليكم. وعليكم السلام. وتمدى ياكل، لا هي تفضل لا هي بسم الله. لكن هكا الرجل الكبير قعد يشكيله بالضعف وبالجوع حتى ارتاب، وكل معاه اش كتب بالربي. ومنها غزر له وقال له: اي ولدي انا توا كليت من عوينك، باش تحب نكافيك؟ قالوا باش تكافين، وانتي ما انتيش داقي حتى ما تاكل في بطنك. قالوا ليدي ما تحقر حد، أي خلي جمال باركة وتبعني. قام هيك الراجل نفض ذيوله، برا ماشيين برا ماشيين حتى يلقى روحه هابط في دروش، وإذا به يلقى روحه في وسط قصر مليان لعينه بالذهب والعشاري والمحبوب. أيا ولديه، قال له ريتها الخيرة، أتحبش تسلم فيها 80 جمل ونعبي لك منهم جمل واحد وتمشي تروح البرك؟ قال له: يا سيدي، هذه ليلة القدر تحلت في وجهي. أما قال له: ما نخليك تمشي كان ما تعبي معايا 79 جمل الأخري. قال له: مبروك، وتوكل على الله هكا الشاي بيكيل، وهكا الراجل يطلع ويوسق في هكا الجمال. حتى كملت 80 جمل، جو طالعين تلفت هكا الشاي يلقى ياقوتة تاخذ ذو الأبصار، قام بيدو نظروا على الجمال تقعدوا بحمولهم. هي قالوا: ليديه سوق جمل منهم واقصد ربي. اختار سيخينا الجمل اللي يحفيهم اللي عديته أكبر وابدا ماشي. لكن قلبه ما هو جوعان، ابدا ماشي وهو يتويل على هيك 79 جمل اللي خليها من الشايب، وابدا يقول بينه وبين روحه: زعما لو كان نطلبه في حي داخل زعما يقول لا. ومنها قال: والله نقصده يا اخي، انا شخصر هيرجع له. لاباس ما هو رجعته؟ قال له: لا لاباس، اما كان ميسالش زيدني جمي الاخر يترافقوا زوز مع بعضهم. قال له: زيد سوق جمل الاخر. ساق جمل ثاني ومشى خطوات وقال بينه وبين روحه: تيهم تسهل، زعما لو كان نطلبه في جمل الآخر
رجع له قال له لاباس ما بدا هكا يضحك. قال له وحي داخل. قال له برا السوق وحي داخل. وقعد على هكا المعدل خمسة ولا ست مرات، ومنها قال له أعطيني نصيف، أنت 40 وأنا 40. قال له ما يسالش برا سوق النص نتاعك. مشى خطوات ومنها رجع له وقال بالله تو أنت رجل كبير، أش تعمل بهال 40 جمل؟ وشكون ماشي في رحم معاك في هالصحراء؟ تكمل أعطيهم ليه؟ قال له برا سوق ساقن. مشى خطوات ومنها رجع له وقال له سامحني، وقت احنا نعبيو في الجمال انا ريتك قمت ياقوتة في جيبك، كمل اعطيها لي. قال له لا وليدي هاكي مخطرة. ليه؟ قال له جبد هاك الشايب هاك الياقوتة وحلها، يلقى في وسطها غبرة، قام شوية بين هاك اصبعه وقال له حطوا على عينك اليمين. حطوا على عينه اليمين واذا به كنوز الارض تحلت قدامه. قال شنو هذا؟ قال له هاك كنوز الارض. قال له شنو الخطر اللي بيها؟ قال له لا سمح الله لو كان تغلط وتحط منها على عينك اللي صار راك حاشا السامعين ما عادش ترى. قال له اعطيها لي وما تخافش. خذاها وقصد ربي 80 جمل قدامه يرزوا رزان بحمولها. قل له واش تحب تزيد؟ أما ما هو كما قال عليه الصلاة والسلام لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانا، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. جبد هك الياقوتة وحلها، قال هالراجل هذا ما يكون كان خوفني، وإذا هالغبرة على العين اليمين تخليني نشوف كنوز الدنيا، راهو على الزوز عينين نشوف كنوز الدنيا والآخرة. ومنها خذا بين إصباعه وحط على عينيه الزوز، وإذا به والعياذ بالله الدنيا كحالت قدامه، تسمر في بلاصته وهكا جمال مداوي يمشي وحتى هملو. وقعد مسكين في هاك الصحراء، لا فارس اللي يسير ولا طاير اللي يطير، جاع عطش استلزم الصبر وقعد يستنى في رحمة ربي. هو هكاك ويوقف عليه هكا الشايب، قال له يا غرت بيك نفسك 80 حمل ذهب ما هجاوك شره. قال له يا سيدي الشفاعة يشفع فيك رسول الله. ولا هكا الشايب رفق به وعطاه باش رجع له نظره وحل عينيه ورجعوا له جماله بحمول التمر، ويرحمهم كيف قالوا اللي ما يحمدش ربي تطير به السجادة. وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.